مين هو كينج النظيم وايه هي قصته الحزينة؟ كينج النظيم هو اسطورة من ضمن اساطير المملكة العربية السعودية في التفحيط بالعربيات، وكسر رقم قياسي مفيش حد في العالم كله قدر يكسره، والرقم ده اللي هو التفحيط على سرعة اكتر من 200، وطبعا دي سرعة جنونية جدا. لكن طبعا النهاية كانت حزينة جدا، لان هو خسر اعز صاحب ليه، لا وكمان دخل السجن فترة مش كبيرة، وده غير مصيره بعد كده اللي حرفيا زعل ناس كتير، بالاخص الناس اللي كانت بتحبه وكانت قريبة منه. من غير ما اطول عليكم في المقدمة، تعال ندخل في الموضوع على طول، بس ما تنساش تعمل لايك على السريع عشان ده بيشجعنا. السلام عليكم ورحمة الله. كينج النظيم، كينج النظيم اسمه الحقيقي أحمد الرويلي، وأحمد ده من مواليد التسعينات، وهو ساكن في منطقة اسمها منطقة النظيم تحديدا شرق الرياض، لكن هو أساسا من مدينة القصيم. أحمد كان شاب نشيط جدا وبيحب الخروجات ولمة الصحاب، وعمره ما كان بيفكر أساسا إن هو يدخل مجال التفحيط بالعربيات، لأن أنت لو هتصدق فالموضوع ده أساسا كان جاي معاه بالصدفة. وأحمد طلع عمره كان بيكره الدراسة وما كانش بيحب يروح المدرسة من صغره، وكان معاه عربية، لكن العربية دي ما كانتش ملك ليه، لان هو كان مؤجر العربية دي عشان يقضي عليها مصالح البيت. وفي يوم من الايام احمد كان طالع مع اصحابه عادي جدا زي كل مرة، وفي اليوم ده تحديدا اصحابه اقترحوا عليه ان هو يجي معاهم في مكان كده في جنوب الرياض، والمكان ده المعروف عنه ان كل اللي بيكونوا فيه بيكونوا معاهم عربيات وبيفضلوا يفحطوا بيها طول اليوم، زي مثلا كده الكليبات اللي انت بتشوفها على مواقع السوشيال ميديا اللي بيكون فيها اغاني وعربيات بتفحط. المهم ان اصحاب احمد في الوقت ده فضلوا يحاولوا يقنعوه ان هو يجي معاهم، وان المكان ده اساسا بيكون فيه حماس جامد جدا، وان هو هيفوتوا نص عمره لو ما راحش وشافه، وفضلوا يقولوا له ان المكان ده اجواءه كده كده هتعجبك. وفي النهايه احمد اقتنع وراح فعلا معاهم، وعجبه الوضع هناك جدا ودخل دماغه. لكن طبعا لو هنيجي نبص في الموضوع ده فهو من الاساس كل اللي بيحصل هناك غلط في غلط، والحكومة السعودية نفسها بتمنع الكلام اللي بيحصل ده كله، واللي بيتمسك هناك بيفحط مش محتاج اقولك ايه اللي بيحصل له. وده طبعا غير ان في مئات من الناس كل سنة حياتهم بتروح هدر بسبب التفحيط والكلام الفاضي ده، واغلب الناس اللي بتكون هناك اساسا ما بتكونش فارقة معاهم ارواحهم اللي هم هيتسألوا عليها في يوم عند رب العالمين. المهم ان احمد بعد كده اتعود ان هو عاد بيروح المكان ده، لدرجة ان هو كل يوم كان بيستنى اما يخلص شغله ويطلع على هناك على طول، وكان المكان ده بالنسبة لاحمد زي ادمان. لحد اما في يوم من الايام احمد بدأ يحس ان هو عاوز يجرب يفحط بالعربية زي الناس دي ما بتعمل، وبدأ يحس ان هو بيحب الحاجة دي وشغفه هيكون فيها، وقرر فعلا ان هو هيعمل كده، وقلل اصحابه واصحابه شجعوه على الكلام ده كمان، ومن هنا بدأت قصة كينج النظيم. لان احمد يوم عن التاني كان بيحترف في التفحيط بالعربيات، وكان كل يوم بيزود السرعة اللي هو بيفحط بيها، لدرجة ان هو وصل به الحال ان هو عاد بيسوق على سرعة 230، والكلام ده طبعا جنون بمعنى الكلمة، لان مفيش حد عاقل اساسا يسوق على السرعة دي، لا وكمان يفحط، لان هو كده مش بيعرض نفسه بس للخطر، لا ده بيعرض كمان الناس اللي ماشي على الطريق دي للخطر. واحمد يوم عن التاني شهرته بدأت تزيد، وبدأت الناس كلها تتكلم عنه، وبعدها طلعوا عليه اسم كينج النظيم، وده كله طبعا بسبب ان مفيش حد كان يقدر يفحط على السرعة الجنونية دي غيره، وهم كانوا طلعوا عليه الاسم ده عشان محدش يعرف اسمه الحقيقي ويروح يبلغ عنه، لان طبعا زي ما قلنا المملكة العربية السعودية مشددة على الكلام ده جدا جدا، واللي بيتمسك هناك بيعمل كده حرفيا بيتأدب، وكل الناس اللي بتبقى معروفة في المجال ده بيكونوا لابسين قناع عشان محدش يصورهم وتبقى مشكلة. وطبعا اللي كان لابس قناع هو كمان من ضمنهم هو احمد. وفي يوم من الايام احمد كان راكب معاه واحد وهو بيفحط على سرعة كبيرة جدا، والشخص اللي كان راكب معاه ده كان من اعز اصحاب احمد، وهو اللي كان بيحمسه جامد جدا على ان هو يكمل. وفي اليوم ده تحديدا كانوا بيفحطوا بالعربية على سرعة كبيرة جدا، ويشاء القدر ان احمد في الوقت ده ما يعرفش يتحكم في العربية بسبب زيادة السرعة الجنونية، ودي كانت اول مرة تحصل مع احمد. وفي الوقت ده عمل حادثة كبيرة جدا، ودخل بالعربية اللي معاه في عمود كهرباء، وصاحبه اللي كان راكب معاه في الوقت ده الجمجمة بتاعته اتكسرت بمعنى الكلمة،
المومد في النهاية، وأحمد كمان في الوقت ده أغمى عليه، لكن إصاباته كانت بسيطة جدا. وطبعا بعدها أحمد راح المستشفى وتعالج، وبعدها اتحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنين. والحكومة السعودية لما كانت بتحقق معاه اكتشفوا ان في تنظيم كبير جدا وراه هو اللي بيدعمه وبيديله العربيات والفلوس. المهم ان بعدها بفترة الحكم اللي أحمد أخده اتخفف وبقى 6 سنين بدل من 10، وهو في الوقت ده كان عمال يأنب في نفسه جدا بسبب صاحبه اللي مات، وما كانش بينام بسبب ضميره وزعله الشديد جدا على صاحبه، لأن بيقال والله أعلم كده إن هو فعلا الشخص ده كان أقرب واحد لأحمد، وهو اللي كان عارف كل حاجة عنه، وبالأخص عشان ده كان صاحب عشرة عمره. وفي الوقت اللي أحمد فيه كان في السجن قرر إن هو يتوب ومعادش يرجع للتفحيط ده مهما حصل، وأعلن الكلام ده قدام كل الناس، وكان بدأ يواظب على صلاته ويحفظ القرآن. وحرفيا الفترة اللي هو قضاها في السجن غيرته تماما. وبعد شهور بسيطة أحمد طلع من السجن لما تأكدوا إن هو تاب لله وحفظ القرآن، وإن هو كمان ما عادش هيكرر اللي هو عمله ده تاني. وفي سنة 2016 أصحاب أحمد اللي هم كانوا السبب أساسا في إن هو يدخل مجال التفحيط بالعربيات اتصلوا عليه عشان يعزموه على عزومة كبيرة جدا، وكانت العزومة دي مليانة دبايح وحاجات كتير. وفعلا أحمد وافق وراح لهم وقضى معاهم اليوم كله، لحد ما في واحد طلع من وسط أصحابه وهم قاعدين وفتح موضوع التفحيط ده مع أحمد، وسأله إذا كان هو هيتوب فعلا ولا هو كان بيقول كده وخلاص قدام الناس. وأحمد رد عليه في الوقت ده وقال له إن هو نوى إن هو يتوب بجد وما عادش يرجع للمجال ده تاني مهما حصل، وإن هو بسبب المجال ده خسر أعز صاحب ليه. فقام صاحبه ده قال له طب تعالى نفحط آخر مرة، ودي تبقى تفحيطة الوداع لكينج النظيم. وفضل يحمس فيه ويقول له إن ما ينفعش كينج النظيم يعتزل مرة واحدة كده من غير أي حاجة. وأحمد وافق في الوقت ده بعد إلحاح شديد طبعا من أصحابه كلهم، لكنه ما كانش يعرف إن دي هتكون النهاية بتاعته، لأن في الوقت ده اللي سأل عربية واحد صاحبه كان اسمه برنس النظيم، وأحمد في الوقت ده كان راكب جنبه. وللأسف الشديد في اليوم ده العربية اتقلبت منهم مع إن الشارع كله كان فاضي وما كانش فيه أي حد، وكمان سرعتهم ما كانتش كبيرة قوي زي كل مرة. وبعدها مات أحمد المعروف بكينج النظيم وأسطورة التفحيط في المملكة العربية السعودية. لكن طبعا في الأول وفي الآخر ده كان نصيبه، وإن هو يتوفى بالشكل ده حاجة ربنا كان كاتبها له. ومعلومة بسيطة كده يمكن في ناس فيكم ما تعرفهاش، أحمد ده كان محبوب جدا في وسط أهله ومنطقته، لأن هو كان معروف بإن هو أخلاقه كويسة جدا. وبكده تكون خلصت قصة كينج النظيم. ما تنسوش تدعوا له بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يسامحه في الدنيا والآخرة. وما تنساش كمان تقول لنا رأيك في التعليقات وتشترك في القناة عشان هتشوف هنا عالم كبير جدا من القصص الغريبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.